تحية للنساء اللاتي يقفن خلف الصمود وثبات ورجولة مساجيننا، تكتب جلها سيرا ملحمية. نعم، نساء المناضلين هن أبطالنا وشرفنا وعنوان ما تبقى من رجولتنا المغتصبة. تحية للمناضلات الشرسات المتمسكات بالحرية والمقاومة كسبيل وحيد لإحقاقها بعيدا عن المزايدات والمساومات والصفقات. تحية لهن اليوم وكل يوم، فمنهن تعلمنا أن لآت المناضل ثلاث: لا يتعب، لا ييأس، لا يساوم. نعم، إن أخوف ما يخشاه الانقلاب هو تعريته وفضحه وفضح ممارساته والتنبيه من جوهره الانقلابي والإجرامي، لكن إذا لم يرفد باستراتيجية تغيير سياسي جدية وواضحة وفاعلة سنتحمل وحدنا المسؤولية، وسيدفع الوطن ثمن تداعيات الحركة الدائرية وتكرار المكرر واجترار المجتر. لا معنى لمعارضة الانقلاب من دون استراتيجية مقاومة سياسية وميدانية، ومقاومة الظلم لا يحددها الانتماء بل تحددها طبيعة النفس البشرية التي تأبى الاستعباد وتسعى للحرية. ومن أشد أنواع الظلم أن يلعب الظالم دور الضحية ويتهم المظلوم بأنه ظالم. العجيب والغريب في هذا الزمن أن يخرج من بين الصفوف المقاومة وباسم شرعية الأمر الواقع والواجب الإنقاذي لما تبقى من الدولة والوطن من بدأ يغمز المنقلب علّه يلتفت إليه ليشاركه مغامرة تصحيح المسار، وبثمن لا يتجاوز الأمن والسلامة الفردية، وعرض سياسي مبحوح وعام ومائع يتكثف عند نقطة تحديد تاريخ للرئاسيات. الواقعية أيها السادة كانت دائما التبرير المناسب لكل ممارسة خائنة لا تخجل من تزييف الوعي بمعادلة الصراع من أجل التطبيع مع جريمة المنقلب والتعايش معها. الواقعية تعترف دائما بحقيقة ميزان القوى ولا تقفز في مجهول المغامرة بالمناورة على الحقيقة، ولكنها لا تتحايل على الواجب بدعوى الضرورة. على أرضية الواقعية نفسها يتوجب تحديد مواطن ضعفنا لتجاوزها ومكامن قوتنا لاستثارتها في اتجاه استراتيجي واحد، وهو التخلص من المنقلب التافه بأدوات الصراع المدني. الواقعية بهذا المعنى هي الشرعية النضالية المقاومة لنظام فاشي شعبوي تافه، والتصدي لجريمة المنقلب وجريمة اختطاف الدولة بالأنسب والأنجع من المتاح المدني والسياسي. ولا تخشوه، فالرجل تائه بخياراته، مختنق بسياساته، منتهي بقراراته، واعلم أن الأشقياء هم من إذا أسعفهم التاريخ بمهلة لترميم ذواتهم بددوها في تدمير ما تبقى منها. وسيكتب تاريخ السياسة أن قمص 25 جويلية كان في عمقه قدرة فردية مجنونة على توريد العبث من المجتمع المدني والسياسي إلى حدود الدولة. واعلموا أننا على أبواب اللحظة التي ينازع فيها ليبقى وليس ليحكم، لأن الزمن المقاوم على مسافة شبر من التقاطع مع ممكن الانفجار الاجتماعي، أي نقطة النهاية الممكنة لهذه المسخرة. شوطنا فوق احتمال الاحتمال، فوق صبر الصبر، لكن لا انخذال. نغتلي نبكي على من سقطوا، إنما نمضي لإتمام المجال. دمنا يهمى على أوتارنا ونغني للأمان بانفعال. مرة أحزاننا لكنها يا عذاب الصبر أحزان الرجال. نبلع الأحجار ندمى، إنما نعزف الأشواق نجد للجمال. ندفن الأحباب نأسى، إنما نتحدى نحتذي وجه المحال. واعلموا أن دولة الظلم سوف تدري غدا حين يصحو الشعب من أقوى انتقاما. سوف تدري لمن النصر إذا أيقظ الظلم والجوع العفاريت النيامة. إن خلف الليل فجرا نائما، وغدا يصحو فيجتاح الظلام. وغدا تخضر أرضي وترى في مكان الشوك وردا وخزاما. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من لقاء خاص. نستضيف لكم في هذا العدد العميد هشام المدب، الباحث في الشؤون الجيوسياسية والاستراتيجية. سي هشام، مرحبا بك. عايش، بارك الله فيك.